ظهرت قضية فيرتزل لأول مرة في عام 2008 عندما تلقت الشرطة النمساوية بلاغاً من امرأة تدعى إليزابيث فيرتزل، قالت فيه أن والدها جوزيف فيرتزل احتجزها لمدة 24 عاماً في مكان سري في قبو منزل العائلة. وذكرت إليزابيث أن والدها ضربها وتحرش بها واغتصبها بشكل متكرر لأكثر من 3000 مرة، وحملت منه وأنجبت 7 أطفال. ظل 3 منهم في القبو مع أمهم، ومات أحدهم بعد ولادته بفترة وجيزة، وقام والدها فيرتزل بإحراقه. أخذ فيرتزل وزوجته روز ماري وهي والدة إليزابيث الحقيقية الأطفال 3 الآخرين لتربيتهم بعد الإبلاغ عنهم أنهم لقطاء. ألقي القبض على جوزيف فيرتزل للاشتباه في الاغتصاب والسجن الباطل والقتل الخطأ عن طريق الإهمال وسفاح القربى، وذلك في مارس من عام 2009. أقر بالذنب في جميع التهم وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ولد جوزيف فيرتزل في 9 إبريل من عام 1935 في النمسا، وفي عام 1956 عندما كان عمره 21 عاماً تزوج روز ماري البالغة من العمر آنذاك 17 عاماً، وأنجب منها 3 أبناء وأربع بنات بما في ذلك إليزابيث التي ولدت في 6 إبريل من عام 1966. وبحسب ما ورد بدأ فيرتزل في إساءة معاملة إليزابيث واغتصابها في عام 1977 عندما كان عمرها 11 عاما. وبعد الانتهاء من التعليم الإلزامي في سن 15 بدأت إليزابيث دورة لتصبح نادلة، وفي يناير من عام 1983 هربت من المنزل بسبب معاملة والدها واختبأت في فيينا مع صديق لها من العمل. تم العثور عليها من قبل الشرطة في غضون 3 أسابيع وعادت إلى والديها لأنها كانت قاصر، وعادت للانضمام إلى دورة النادلة وأكملتها في منتصف عام 84، وعرضت عليها وظيفة في لينز المجاورة. ولكن في 28 أغسطس من عام 1984 بعد أن بلغت إليزابيث 18 عاماً استدرجها فيرتزل إلى قبو منزل العائلة قائلا إنه بحاجة إلى المساعدة في حمل الباب، وكانت هذه آخر قطعة مطلوبة لإغلاق ما سيصبح الغرفة التي احتجزت فيها إليزابيث. وبعد ذلك قام فيرتزل بعقد منشفة وضعها على وجه ابنته حتى أنها كانت غير واعية، ثم رمى بها في الغرفة. وبعد اختفاء إليزابيث قدمت روزماري بلاغا عن المفقودين، وبعد شهر تقريبا سلم فيرتزل رسالة إلى الشرطة كانت الأولى من عدة رسائل أجبر إليزابيث على كتابتها أثناء وجودها في الأسر. وذكرت الرسالة التي تحمل ختم بريد براونو أن إليزابيث سئمت العيش مع عائلتها وكانت تقيم مع صديق، وحذرت والديها من البحث عنها وإلا ستغادر البلاد. أخبر فيرتزل الشرطة أنها على الأرجح انضمت إلى طائفة دينية، وعلى مدار 24 عاما التالية زار فيرتزل إليزابيث في الغرفة المخفية كل يوم تقريبا أو 3 مرات على الأقل في الأسبوع مع جلب الطعام والإمدادات الأخرى. وبعد إلقاء القبض عليه اعترف بأنه اغتصبها مرارا وتكرارا لأكثر من 3000 مرة، وأنجبت إليزابيث 7 أطفال أثناء أسرها. توفي الطفل بعد ولادته بفترة وجيزة، وتم نقل 3 أطفال وهم ليزا ومونيكا وألكساندر من القبو عندما كانوا رضعا ليعيشوا مع فيرتزل وزوجته في الأعلى الذين تمت الموافقة عليهم من قبل السلطات الاجتماعية المحلية كآباء حاضنين لهم. وقال المسؤولون أن فيرتزل شرح بشكل معقول للغاية كيف ظهر 3 من أحفاده الصغار على عتبة منزله، وتلقت الأسرة
زيارة منتظمة من الأخصائيين الاجتماعيين الذين رأوا ولم يسمعوا أي شيء يثير شكوكهم. وبعد ولادة الطفل الرابع في عام 1994، سمح فيرتزل بتوسيع السجن من 35 إلى 55 متر، مما جعل إليزابيث وأطفالها يعملون لسنوات في حفر التربة بأيديهم العارية. كان لدى الأسرة جهاز تلفزيون وراديو وفيديو، ويمكن تخزين الطعام في الثلاجة وطهيه أو تسخينه على أطباق ساخنة. قامت إليزابيث بتعليم الأطفال القراءة والكتابة. في بعض الأحيان كان فيرتزل يطفئ الأضواء أو يرفض توصيل الطعام لأيام في كل مرة لمعاقبتها. أخبر فيرتزل إليزابيث والأطفال الثلاثة الذين بقوا معها كريستين وستيفان وفيليكس أنهم سيتعرضون للغاز إذا حاولوا الفرار، وخلص المحققون إلى أن هذا كان مجرد تهديد أزواف لتخويف الضحايا. لم يكن هناك إمداد بالغاز إلى الطابق السفلي. قال بعد اعتقاله أنه أخبرهم أنهم سيصعقون بالكهرباء ويموتون إذا تدخلوا في باب القبو. وفقا لكريستين أخت زوجة فيرتزل، كان يذهب إلى الطابق السفلي كل صباح في 9:00 ظهريا لرسم خطط للآلات التي باعها للشركات. غالبا ما كان يقضي الليل هناك ولا يسمح لزوجته بإحضار القهوة له. ادعى استأجر غرفة في الطابق الأرضي في المنزل لمدة 12 عاما أنه سمع ضوضاء من الطابق السفلي، والتي أوضح فيرتزل أنها من الأنابيب المعبئة أنها من الأنابيب المعيبة أو نظام التدفئة بالغاز. وفي التفاصيل، أنجبت ابنته من عملية اعتداءه المتكرر 7 أطفال، مات أحدهم عندما كان رضيعا، وقد قام جوزيف بحرقه. وبالنسبة للأبناء الآخرون، فثلاثة منهم كانوا محتجزين مع والدتهم، وهم كريستين وستيفان وفليكس البالغة أعمارهم عند الخروج من القبو 19 و18 عاما و5 سنوات بالترتيب. أما الثلاثة الآخرين والذين يعيشون مع زوجته روزماري فهم ألكسندر وليزا ومونيكا، وقد قامت بتبنيهم رسميا. فما هو السجل الجنائي لهذا الرجل؟ أدين جوزيف بقضية اغتصاب امرأة عام 1967، أي قبل زواجه، في مدينة لينز النمساوية، وسجن على إثرها لمدة 18 شهرا، وقد اعتقل عقبها أيضا على إثر هتك الحياء العام أمام امرأة في الشارع في النمسا.